بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين. أولا نترحم على أرواح الشهداء وعجل الشفاء للجرحى إن شاء الله. يا جماعة، اليوم دارين نتكلم عن عدة مواضيع أبرزها هجوم الحركات الإجرامية المسلحة أو ميليشيات الطوربورو. ميليشيات الطوربورو، أيوة هذا هو اسمهم الحقيقي، على منطقة كولجي مرة ثانية. قبل كده اتهجمت عليها، وجبنا لكم الموضوع ده في الأيام السابقة وفي الشهور الماضية. صراحة ده فعل يعني لا تقبله الإنسانية، لا يقبله العالم الإسلامي، لا يقبله أي مخلوق لديه عقل، لا يقبل مثل هذه الأفعال الشنيعة. تعتدي على مواطن وتأخذ حقه وتقتله وتقتل أطفاله وتحرق وتنهب، ده ما في زول بيقبله. وبعد ده يتم تكون من ضمن الحكومة وموقع لسلام. السلام يعتبر ورقة بيضاء يا جماعة. قصة أو تفاصيل المشكلة، زمن مشكلة كولج السابقة، عبد الله جنا طلع صرح قال أنا عندي 13 عربية، طلع برا. قبل كده الكلام ده دار يقول لي كامل كاريزما، لكن هرب منه. عنده 13 عربية مبارك برا، قال أنا يا أنا يا العرب. الحاصل كده بعد ذاك تم يومين كده جمعوهم بجاي جاي من ثلاثية الشر، جمعوا 50 عربية، طاهر حجر، جبرين إبراهيم، ومنا لكم النامي. بقى 50 عربية فيهم مدافع 23 مدججة، وفيهم أسلحة كثيرة، وفيهم ضباط يعني بيقولوا فيهم بامبينو وغيره وغيره وغيره، وفاتوا وقتلوهم ورجعوا. المرة دي قال إحنا لازم ننتقم، ما بتجي لازم ننتقم. حصلت خلاف بسيط بين أهل المنطقة، يعني أحد أبناء أهل المنطقة وفي بعض من الأبناء المناطق الثانية مجاور المنطقة. ف بسبب هذا الخلاف يعني حاجة بسيطة كان حلوها بطريقة سلمية، وحلوها ناس الإدارات الأهلية بيحلوها. طوالي أهلنا في الحلة الثانية، أنا ما بعرف اسمها منو، فاتوا بلغوا ناس الحركات المسلحة، لأن قالوا نادي زمان كان ناي إحنا بلغناهم وفاتوا انتقموا لنا. المهم هم كلفوا لبوا طلبنا ومدوا تحرك. المرة دي برضو بنكلمهم عشان يلبوا لنا طلبنا ويجوك. فالمهم بعد ما كلموهم النادي قالوا ايوه قبل كده نحن حاولنا نقتلهم وقتلونا وشوهوا بسمعتنا، والمهم حصل فينا ما حصل، فنحن لازم ننتقم ولازم نكرر الحصل، ولازم الشيء اللي ما قدرنا نسويه في السابق نعمله هسه. وطبعا عبد الله جانا معروف سرح وقال العرب دي انا بنحاهم من دارفور، وكلكم عارفين ميليشيات المليون جندي، يا هي ميليشيات الطوربور بما يسموها هم ميليشيات الزرقاء كما سموهم، انا ما عندي زب طبعا. فالمهم تحركوا من هناك، اظن 6 ل 7 عربية، وجو منطقة كولجا وتناوشوا، حصلت مناوشة بين الطرفين، مناوشة طبيعي جدا، جو هزول جاي هاجمك تحصل مناوشة، حصلت مناوشة بين الطرفين. قتلوا منها من الميليشيات الطوربورو المسلحة الإجرامية أو ميليشيات النهب المسلحة الموقعة في جوبا، قتلوا منها 4 أشخاص، ربنا يغفر لهم ويرحمهم، لكن بعتبرهم يعني ماتوا بغير حق. وجرحوا منهم أظن 3 ولا 4، وقتلوا شباب 2 أظن من شباب كوري، ماتوا في حقهم طبعا، دافعوا لهم الرحمة والمغفرة، وجرحوا آخرين. والمهم بعد ذاك أظن المشكلة انحزمت. لا، ما انحزمت، قال لازم نحن نكرر تاني ننتقم على اسم عربي، يعني ما على شرط يكون من اسكولج. اليوم قطعوا الطريق في منطقة زمزم، جات عربية طالعة من قوات الدعم السريع دي، هي قوات الدعم السريع جابتهم ذاتها وقعدوهم سلام، يعني رجعوا قدروها. جات طالعة عربية أظن زي ما يقولوا تابع لمحرك درع السلام، أنا ما بعرفه طبعا، لكن سامع وشايف طبعا خدماته بيقدمها للناس وكده. المهم جات طالعة عربية من تابع لدرع السلام، اعتدوا عليها وضربوها ضربة شنيعة جدا جدا لا يقبلها إنسان. أظن قتلوا منها شاب وجرحوا منها 2. والمهم بعد ذاك حاولوا خروج العربية، مرقوا ورجعوا الفاشر وأنقذوا ناس ديل. حصل ما حصل غير بالطريقة دي، جاءوا الأمور بتمشي. أنا شايف من الأفضل، من الأفضل يعني أهلنا بصفة عامة كان دارين سلام وسلام حقيقي، فلا بد لا بد أن توقفوا هذه الحركات الإجرامية في حدها، ولا بد ان توقفوا ابنائكم اللي بيأججوا في الصراعات وبيقولوا الناس شيلوا سلاح وسموهم واقتلوا في حدهم، والا ستتحمل العواقب. وده ما كلامي انا، ده دفاعا عن النفس ما تهديد. الشيء الثاني، السيد بيش المجرم المفتن الموجود في اوروبا اللي بيشرب له في ويسكي ما قادر يعمل حاجه ودار يفتن الناس.
امس داير يلعب بالوتر الحساس، وتر العاطفه الحساس، قال كل الصراعات اللي بتحصل في دارفور سببها الرزيقات، ما تتهم العرب بصفه عامه. وبقول لي خاطئ، ما في اي صراعات سببها العرب ولا الرزيقات ولا غيرهم ذاتها، كل هذه الصراعات سببها ميليشيات الطوروبورو او ميليشيات النهب المسلح والمطبلاتيه والرزقيه زيك. وجانا اوريك انا ما ضد اي قبيله، لكن ميليشياتك بتاعت المليون جندي هي ميليشيات الطوروبورو، حتى لو جات هبشت الرزيقات العرب كلهم بيقفوا ضدها. انا متاكد اهل التاني ما بيقفوا معهم، لكن العرب كلهم بيقفوا ضدها، لان انا عارف يعني قلوب الناس انا بعرفها تماما، طبعا ما بيقفوا معهم والله، مهما كانوا من اي قبيله ما بيقفوا. العرب بيقفوا ضدك بصراحه، بصدوا لك، ما تلعب بالوتر الحساس ان احنا ضد الرزيقات، والرزيقات بيطلعوا دينكم ودينكم في البلد ده والعياذ بالله. قبل كده الكلام ده انت قلته كثير، ما في حد يقول رزيقات ولا غيره، رب حاله هكذا. ده الحاصل يا جماعه. طيب الشيء الثالث يا جماعة، الإبل اللي ضربوها في زمزم، كان جاي من ثابت وماشي للفاشر وضربوها في منطقة جوار منطقة زمزم. طبعا يا منطقة زمزم دي معسكر زمزم بقي لنا شوكة حلق لا بد أن يتفتش. والله معسكر زمزم ده يا جماعة، يا الحكومة ويا الأجهزة النظامية، معسكر زمزم ده ما تفتش قدام كم شهر ما غيرته، والله نعلن جبهة مسلحة. ونحن أعلنا جبهة مسلحة والله شيء من مصلحتكم، نعلن جبهة مسلحة والله معسكر زمزم فتشوا حتى لو بالقوة. لا يمكن يا جماعة يقعد لنا نحن بس معسكر يا جماعة تاع قتل بس وتاع كمان نقتل المساكين والأطفال والعزل والنساء، ها؟ كلام ده جاء البيان بالعمل. وحتى يا جماعة الأنعام ما نجت منها، البهائم ما نجت منها، قتلوا الإبل دي قتلة والله ما شاء لا يعني ما بيقبلها إنسان. شوفوا الفيديو ده، البهائم المضروبة ضربها ناس الحركات في اقليم دارفور في الفاشر من زمزم. العربات دي اسمه الابل دي من زمزم ماشى الفاشر كالتجار، وتم الضرب بالذخيرة الحية من قبل الحركات. الكلام ده مبدي البلد لقدام، زمزم الفاشر من ضرب بين زمزم بين الفاشر. شوف اللي بلدي ضربوا ناس الحركات المسلحة، العياذ بالله. دي ما شغالة تحت مسلمين، وهم مسلمين ما مسلمين أصلا. مطلبهم الأول لما طلعوا كان بدري قال الدولة لازم تبقى علمانية، فنحن ناس زي دي لا يمكن ان نقعد معاهم في حوار واحد نهائيا، لا يمكن. زي ما قال هو احمد كسله، نحن لا تفاوض لا شراكه لا مساومه مع ميليشيات الطوربورو، نيفر. ما في مشاركه ولا مساومه ولا تفاوض مع ميليشيات الطوربورو، والا يعترفوا بحقائقهم ويعتذروا ويرجعوا للناس حقوقهم. وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.